اخوان حنا في مرزوقه في وسط الرمله. واو علاش جو كي داير عرفتي هذا الجو هذا اللي ما عمرو جا المرزوقه تنصحو يجي 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 ضروري ما يمكنش ما يمكنش واحد المتعه واحد الاحساس يعني تجي لهنا غتفورماطا بحال عاد تزادي شي من جديد ولكن قبل اجي نرجعو من الاول نشوفو فاش يلاه بدينا تنوصلو للرمله ونشوفو الطيحات راه شبه الطيحات بالمزيان ولكن من الخطأ يتعلم الانسان والسوق انا خوتي في الرمله راه لا علاقه اللي ما عمرك في الرمله ما يحكمش وخا تكون كطير في الموتور جي الرمله بحال اللي عاد تتعلم اول مره داكشي علاش بداو معنا الفيديو من الاول يلا ما تزفيوش اخوان قلت سمع لي ما بيا بانت لي نمشي ندوز راس العام في مرزوقه قالوا لي كتكون زاهية تما وخصوصا انا مشتاق لديك الرملة واصلا نشعل هاد الموطور على قبل الرملة داكشي علاش جات المناسبة ديرو ليسونس ديالنا ونشدو الطريق على بركة الله عندنا من هنايا المرزوقة بالضبط شي 5 6 سوايع المهم بالوقوف بكلشي هذا مكان اخوان حنا دابا في مدينة ارفود مدينة اللي كتبعد على مكناس 400 كيلومتر وعلى مرزوقة حوالي 50 كيلومتر جيت لكم نيشان لهنايا باش ما نطولوش الفيديو وما يكونش فيه الملل وهاد المدينه هذه من هنا الناس يبداو الاوفرود تزيدوا شويه مع الطريق وتخرجوا لابيست كما غيديروا هاد النصارى الناس ديال الاوفرود بقات هاد الجروب هذا ديال لي كات كات حتى هما طلعوا ان شاء الله شوف الناس منين تيجيو واش نبداو لهادي فولندا ولا فولونيا الناس ملي يجي يجيو باش يستمتعوا بهاد المناظر اللي عندنا حنا في بلادنا هاد الجبل هذا كاين في ارفود معروف سميتو البليكوس فوسطو فوقو كاينه شي قشله ديال العسكر واقيلا وانا ما عارف شنو المهم في ريزو يعني هو اكبر نقطه كتبان في هاد المدينه هادي وتتبان لك من بعيد كتعرف بلي راك قربتي شي تزلق هنايا ما تحسل الواد هاد الواد هذا كان كيكون ديما عامر هنا فين تعلمت العومه هنا جا ديك القنطره كان كيكون عامر ما يعني ما كنتش عوام ما تقطعوش شوف سبحان الله الوقت كي كتبدل دابا ناش في قطره ما فيش ديال الماء الله يرحمنا نفس الجروب القبيلات تيجيو حتى لهنايا وتيخرجوا لابيست شو ما منين جايين وعارفين الاوفرود فين كاينه عارفين الطريق فين تخرج عارفين منين غادي يدوزو دابا يبقاو غاديين هكا مورا هاد الجبال هادو تيخرجوا من مرزوقه من الجهه الاخرى هاد المنطقة خوتي ديال ارفود من خصوص ارفود معروفة بلي فوسيل لي فوسيل هما دوك المساحات الصخرية يعني علماء ديال الجيولوجيا هذاك الشيء راه كيقول لك هنا بلي زمان كان البحر وسط لهنايا داكشي علاش كيلقاو واحد المساحات اللي تتعيشي في الماء كيلقاوها هنايا في وسط المتحجرة خلاص تيهزها تعاود ينقشوها وتيعطوها باشكال اشكال زغونة لا ما في الديكوراسيون ولا في بزاف د الحوايج هما هادو تلقاهم تيتبعو هنا لي ديناصور و هاد الحيوانات اللي قاردات حتى هما تلقاهم هنايا تيلقاو العظام ديالهم وداكشي انا يا عمر غير توريست فهمت واش جايبين هنا كاع كواد تنطفي لابيس بعدا تنسى مازال ما مولفش نسوق في الاوف رود يا بسم الله خوتي واحد الشهادة في حق الناس ديال هاد المنطقة هادي اللي فيما كيتلاقاوني كيسولو ياك ما خاصك شي مساعدة ياك ما اون بان ياك ما وهاد الشي هذا اللي ما كنشوفوش بزاف في البلاد ديالنا نتمناو المغرب كامل يولي بحال هكا ونتضامنوا بعضياتنا عاود بلادكم ماشي نصراني الله يحفظك البلاد الله يسهلك اقول لي بغيت ندخل الحصيل البيضي من هاد الطريق هادي هي هادي ولا دزتها هادي فين كتدي هادي مور ولا
لا لا بغيت نجي الحصير ندخل الحصير البيض. اه هي الطريق اللي كانت علي من واقيلا ياك. لا بغيت نمشي في لابيست. نمشي في لابيست؟ اه نمشي غير من هنايا صافي. اه واخا الله يحفظك. ديما بقاش اه ما غاديش نبرم لها تاخرج حدا الساقيه ليه. صافي يلا الله يحفظك البلاد. الله يسعدك. دابا اللي شافني يجي صحاب وراه قاوري. شو طياره هذيك الشر وايد صراحه راه غادي نتبع حناك. اوبا بابا سيف الشر وايد شوفوا دابا الله يا بسم الله واو دابا ناضي شي ناضي المهم دابا ما الرويضه ما تتحفرش هاد البارتيه اللي درت فيها انا دابا في هذيك الرمله اللي تت او صافي فتا عز لا فري 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 لا بغيت نجيو للرمله غير تبداو في الرمله في الشر وايد ما خصكش تبدا شر هاني يا موتور راه في هذيك راه جبار واخا يطيح جمع فوق شي مشكل ما يوقع له والو هذاك شو تكون كسيري ما يخليش يوقف الا وقف ها تما تولي حريره حريره تبعنا الروايط حتى يوحل لي الموتور عاد نوقف اوه نطلع هنا وقف 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 فين غادي فين هو غادي غادي في الخسره انا حمادي وقف دابا انا بغيت نوقف ما هو ما غيطيحش ما هو ما يطيحش انا بغيت نوقف هنا داك الشيء فاش درت واحد الفران كنت رين شويه شتو علاش الخف يعني تيلعب دور كبير في الاوفرود بسبب هادشي يعني كو كان الموتور مثلا فيه 240 كيلو ولا حركتيه هدا 200 كيلو ومفرقع الموتور تولي قدر تهز له واحد القنجب وحده وجا القنجب وحده اوه صعيب لا هذه شي محله تخرج بسم الله تكون الله يفتح ماش داري يجي على الدقة هكذا فوش هذاك اللي قال لك الرملة فرق كبير
خصني نرجع للور. هلا نرجع لهنا وتقيل نسمح فيه انا ومشي بحالي ناري عييت. هاي شارك وقش بغي المطار صافي شتاني شي رمله شتاني شي رمله ولا شي حاجه بغي نموت. واش غاني واش غاني معايا ما فيا فتحوا لي قبل عليا قال لك اجي نجربوا الافراد نجربوا الرمله واش غادي نجرب الرمله الله ماكش سيدي ومولاي ما طلعت الى درانا ولي ولي غندوز وغنطلع لهنا راه مازال ولي 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 عفوا راه منين تزكع من هنايا وشي تخرج ليه واو واو